فاحنا هنعمل زي اللي عملنا السكشن اللي فات، هنتكلم اول 10 دقايق كده على الباس الريزمنت، وبعد كده قوانين هنا هتبقى من السكشن اللي فات. ايه القوانين احنا بنستعملها؟ هنحل مسائل، بس السكشن ده هي المسائل العبيطه اصلا، يعني بتعوض في القانون العظيم. فانا هحاول اديكم فرصه ان انتوا تجربوا، تمام؟ يعني هكتب المساله، هديكم 5 دقايق تفكروا فيها، كل واحد كده بالورقه والقلم يحاول يحلها كله لوحده. بعد 5 دقايق يا اما انا هحلها، او لو حد عايز يطلع يحلها بس بصوت عالي مفيش مشكله. تمام؟ هبدا بس باول حاجه هنتكلم عنها اللي هي قلنا ايه؟ يعني مش كده، مش اسلوب، مش اسلوب يعني لو سمحت. اول حاجه ابدا بيها اللي هي كواليتي فاكتور اوف كواليتي، تمام؟ ايه كواليتي فاكتور اوف كواليتي؟ طيب بما ان انتوا بقى خدتوا المحاضره بتاعت امبارح، فالمفروض انتوا تعرفوا تجاوبوني يعني عشان تسهلوا عليا المهمه. ايه كواليتي فاكتور اوف كواليتي؟ يعني قولي عنها كده جمله بسيطه. ايه كواليتي فاكتور؟ ريشيو ما بين الاندكتنس على ال حلو، احنا اصلا من الاول اتفقنا ان اي كواليتي فاكتور هي ريشيو بين الرياكتيف باور على الاكتيف باور عندها عند الريزم. تمام. ايه بقى علاقه الكواليتي فاكتور اللي احنا اتكلمنا عنها بالكواليتي فاكتور سكوير؟ الكواليتي فاكتور اوف كويل هي بتاعت ايه؟ الكومبوننت بس الكويل اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اندكتورز السيريس معاها ريزيستنس. ليه؟ لان اصلا الاندكتور معمول من ايه؟ معمول من سلك، واكيد السلك ده ليه ريزيستنس، وبالتالي النون ايديال كويل هو الموديل بتاعه عباره عن ايه؟ اندكتورز السيريس معاها طبعا دول مش ستريت كومبوننت، يعني انت لما تروح تشتري اندكتور هو هيبقى هو بلوك كده. ليه طرفين، يعني اقصد انت ما تقدرش تمسك الار لوحدها ولا ال لوحدها، ليه؟ لان هو عباره عن سلك ملفوف كده. تمام؟ وبالتالي هي ريزيستنس هي ديستريبيوتد على الاندكتور كله، وفي نفس الوقت الاندكتور ديستريبيوتد. ده الموديل. تمام؟ وبالتالي احنا لما نقول كواليتي فاكتور والكويل احنا نقصد بيها رياكتيف باور على الاكتيف باور في اي حته؟ الحته دي. انما لما نقول كوانتي فاكتور اوف سيركت نقصد بيها ايه؟ الرياكتيف باور اللي في السيركت كلها على الاكتيف باور اللي في السيركت كلها. تمام كده؟ طيب الكوانتي فاكتور زي ما قلنا هي رياكتيف على الاكتيف، وبالتالي المفروض الاثنين دول سيريس، وبالتالي ماشي من نفس الكيرف. تمام؟ فهي ببساطه بتبقى اكس ال على ار ال. يعني قانون بسيط جدا. وزي ما اتفقنا عند الريزم. هل كده؟ الكواليتي فاكتور اوف كوي دي حاجة المصنع اللي هو بيعمل الكويل هو اللي بيديها لك. يعني انت لو اشتريت اي كويل بيبقى ليه داتا شيت. تمام؟ الداتا شيت هو بيدي لك الكواليتي فاكتور. بس مش الكويل كده كده ليه كويفلنت كده فانت ما تقول ايش بقى فكرة الار؟ الامبيدنس بتاعته لو احنا عايزين نتكلم الاكزاكت او النون ايديال الامبيدنس تبقى جي اكس ال بلس ار ال. جي اوميجا ايه ده ايديال لو هو الريزنس بتاعته ازاي؟ تمام كده؟ طيب زي ما بقول الكواليتي فاكتور اوف كويل دي حاجه مين اللي بيديها لي؟ الشخص اللي هو بيصنع الكويل. بالتالي انت لو نزلت الداتا شيت هتلاقي مثلا علاقه تربط ايه؟ تربط الفريكونس والكوانتي فاكتور بتاعت الكويل. ليه الكلام ده؟ ان هو اللي بيصنع الكويل هو مش عارف انت هتستعمله عند انهي ريزونانس فريكونس. تمام؟ احنا اتفقنا ان الكوانتي فاكتور دي بتتعرف عند انهي فريكونس؟ عند الريزونانس. طب والريزونانس بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على السي اللي انت هتحطه مع ال، صح كده؟ طب هو اللي بيصنع الكويل ده عارف انت هتحط له انهي سي؟ بالتالي هو ما يعرفش انهي ريزونانس فريكونس. تمام؟ هو بيعمل ايه؟ بيدي لك الكواليتي فاكتور عند كل الفريكونس، او بيدي لك الكيرف مثلا سي بتبقى حاجه عامله كده. طبعا انت لو خدت بالك كتبت مع الدكتور على حته كده كان موضوع بيسال فيها اللي هو ايه؟ اللي هو ليه مش هي؟ هو متوقع اللي هو اوميجا ال اكس ال اللي هي بتساوي اوميجا ال على ار ال، صح كده؟ فكان متوقع اللي هو يبقى حاجه خط كده، صح؟ بس هو ليه مش خط؟ يعني ليه الكواليتي مش لينير معاك؟ مع الفريكونس عشان ار ال بتتقلب الاول بالظبط، عشان الار ال بتتغير مع الفريكونس عشان حاجه اسمها ايه؟ بالظبط سكين افكت. ايه السكين افكت؟ الكارنت مش بيمشي
كل الكروس سيكشن بيمشي على ايه؟ على الاطراف من بره، وبالتالي الافكتيف او التوتال ريزيستنس بتبقى ايه؟ كبيره، وبالتالي كوانت افكتيف مع الهاي فريكونس ايه اللي هيحصل لها؟ هتبتدي تقل. دي اول حاجه. تاني حاجه خدتوا برضه حاجه اسمها الكابتنس اللي ما بين الوايندنج. المفروض الاندكتور ده ما بين اللفه دي واللفه دي في كابتنس، ما بين اللفه دي واللفه دي في كابتنس، تمام؟ تاثير الكابتنس ده بيبان في الهاي فريكونس، بالتالي في الهاي فريكونس بتلاقي شويه من الكابتنس دول بيأثروا على الاندكتنس، بس بالتالي تلاقي كوانتي فاكتور بتقل معاك مع الكابتنس. هو يعني ايه كابتنس؟ يعني الميدل والميدل ما بينهم. طيب اكيد في الكتريك فيه من الفولتج هنا غير الفولتج هنا، مش فيه زيتي، كان في فولتج بروك، كان في فولتج هنا يختلف عن الفولتج هنا، كان في ايه ده؟ حوالي سيتي والمدر سيتي ده اكنه. المهم يعني اللي انا عايز اقول لك، يعني اللي عايز اكد عليه ده كنت تاني بقى. اه يا ريت اتفضل يا رب. طب ما تقفل الفكره. المهم يعني انا عايز اوصله في الاخر ان الكارت فاكتور والكويل هي حاجه ليها فاليو واحده. يعني انت لما تشتغل في السيرفر في الاخر هيبقى ليها هاسنج فاليو. تمام؟ تمام اقصد ايه؟ تمام اقصد ايه ولا لا؟ ايوه على حسب. يعني هي عموما هي على حسب، بس لما تيجي تشتغل بقى تعمل اناليسيس ايه اللي هي سنجل فاليو؟ يعني الكارت فاكتور اوف فويل ب 100، خلاص هي ب 100 بس هي ب 100 مش عارف ايه تبرم اكتر لو دخلوني. طيب تعالوا بقى نرجع لموضوعنا اللي هو البارلل ريزونانس. البارلل ريزونانس بيبقى عندنا اندكتور معاه ريزيستنس ده ار ال ده اكس ال، وادي الكابستنس بتاع اهو اكس سي، وادي كارنت سورس ده طبعا ده ايه ده؟ ده كومبوننت واحد اللي هو اسمه ايه؟ اندكتور، بس ده نمر ايديال تمام؟ ده كابستنس الطبيعي وده كارنت سورس دي ريزيستنس تمام؟ زي ما قلنا ايه الكونديشن بتاع ريزونانس سيركت؟ محدش يقول لي الاكس ال بتساوي اكس سي، ده غلط. ليه الاكس ال مش بتساوي اكس سي؟ اول حاجه هم مش متوصلين سي سي، تاني حاجه في ريزونانس سيركت تمام؟ ايه بقى الكونديشن اللي عامل اللي احنا كنا بنقوله؟ اللي هو الجنرال دايس سيركت الرياكتيف التوتال رياكتيف باور في السيركت بتبقى بتيجي او الانبوت امبيدنس اللي احنا شايفينها بتبقى كلها ايه؟ ريال او الايماجن بارت بتاعها زيرو تمام؟ طيب هو ازاي اجيب الانبوت امبيدنس؟ انا ينفع اجيبها كده؟ بضطر اعمل ايه؟ فاكرين المساله اللي احنا حلناها السيشن اللي فات؟ اللي احنا جبنا الزد انبوت اكسبريشن للزد انبوت، بعد كده ضربنا في الكونجكت فوق وتحت تمام؟ بعد كده خدنا الايماجن بارت وبعد كده سويناها زيرو تمام؟ القصه دي ممكن نعملها بكوفنت موديل. ازاي؟ ممكن نشيل الاندكتور ده اللي هو اكس ال من سيريس معاه ار ال، ده الموديل بتاعه، ممكن نحط مكانه ريزيستنس ار بي من بارلل مع اكس ال بي. ليه عملنا القصه دي؟ لان ساعتها الاندكتور هيبقى واصل من بارلل معايا، مع سي ساعتها الريزنس كونديشن هيبقى سهل، يعني زي سهل تمام؟ التحويله دي بقى بتيجي ازاي؟ ببساطه ان الار بي بتساوي اكس ال هول سكوير ار ال هول سكوير على ار ال، والاكس ال بي بتساوي اكس ال هول سكوير بلس ار ال هول سكوير على اكس ال تمام؟ التحويله دي طبعا بتحافظ على نفس الفولتج وبتحافظ على نفس تمام؟ طيب بعد ما عملنا التحويله دي السيركت تبقى عامله ازاي؟ يبقى كارنت سورس الار اس زي ما هي، الاندكتور ده هشيله احط مكانه ار بي يقارن معاها اكس ال بي رايدي كباسيتور زي ما طبعا ايه الريزنس كونديشن هنا؟ اشمعنى؟ عشان لو جيت تجيب الانبوت ادميتنس هتساوي ايه؟ الانبوت ادميتنس هتساوي ايه؟ دي كورس بقى ماشي عادي بقى
كامل هتقدر يقول لي مونو بول اور مونو بول اور ايه ده ايوه انا عندي انبوت امبيدنس هي الار اس انفيرت ار انا بقول الادميتنس واحد على لا والله هيبقى السميشن بتاعه صح يبقى واحد على ار اس زائد واحد على ار في زائد واحد على جي اكس ال بي زائد واحد على ماينس جي اكس سي تمام طبعا لو انت عايز الانبوت امبيدنس تبقى ريال معناها ان الانبوت امبيدنس برضه تبقى ايه؟ ريال يعني معناها ان اللي ماشي برضه هيبقى ايه؟ زيرو يعني معناها ان الاكس سي تساوي ايه؟ اكس اس لا تساوي اكس ال بي طب تفتكر ده يديك نفس الكونديشن واحد على روت ال سي ولا كونديشن مختلف؟ ليه مختلف؟ عشان الاكس ال بي دي ما بتساويش اوميجا تلت تمام؟ الاكس ال بي بتساوي ايه؟ بتساوي اكس ال هول سكوير زائد ال هول سكوير على اكس ال بالتالي الاوميجا موجوده فين؟ هو تحت فانت لو سويت المعادلتين ببعض مش هيديلك نفس الكونديشن هيديلك كونديشن مختلف ان اوميجا بي بتساوي 1 اوفر روت ال سي كلها في روت 1 ماينس ال هول سكوير سي على تمام؟ يبقى دي الفريكونسي اللي عندها هيحصل ايه؟ الريزنس طبعا البي دي عشان ايه؟ فرق الريزنس تمام؟ طبعا خد بالك ان انت لو حطيت ار ال زيرو هيديك كونديشن ايه؟ ان الاوميجا بتساوي واحد على روت ال سي ليه؟ لان السيرفر هتبقى كانها ايه؟ اندكتيف ايديال وصل انفيرد مع ايه؟ يعني بس ساعتها الريزنس كونديشن ان ده يغير ده او ان الاكس ال بتساوي اكس سي يديك واحد على روت ال سي تمام؟ ايه ده؟ انا هروح انتخب لو هو اندكتور من سيريس مع الكباستور فبوسطها يبقى ايه؟ اكس ال تساوي اكس سي تمام؟ لو كباستور انفرال مع اندكتور هيبقى ايه؟ برضه اكس ال تساوي اكس سي بس لو نون ايديال اندكتور انفرال مع الكباستور هيبقى ايه كونديشن؟ هيبقى مختلف شويه هيبقى الافكتيف اندكتنس بتاع النون ايديال اندكتور هي اللي تساوي الاكس سي فهمتني؟ هو الكونديشن بتاع الريزونس ان التوتال امبيدنس تبقى ريال فاكر المساله رقم 3 اللي حليناها اللي احنا جايبنا الزد انبوت وقعدنا نضرب الكونجكت فوق وتحت خدنا الايمج هو هي كده بالظبط ممكن بعد السيشن ده ممكن يجيب لك ريزيستنس في سيريس مع الكباستور ليه لا؟ يعني اقصد انا ما اعرفش انا ازاي بس غالبا دكتور ريفي مالوش يعني خلاص دي مساله ينفع تيجي صح؟ لا مش هو القانون ده للاندكتور وللريزستنس لو انت كتبت بس هيديك قانون تاني قانون تاني لو في مساله زي دي يعني التحويله دي اتنين يعني التحويله دي ببساطه انت عندك اندكتور الزد بتاعته بكام؟ ار ال زائد جي اكس ال تمام؟ احنا الشكل ده ما كانش عاجبنا صح؟ ليه؟ لان هم حاجتين سيريز فاحنا عايزينهم حاجتين ايه؟ انفاليد وبالتالي عشان نجيبهم انفاليد هنجيب الواي بتاعتهم فالواي بتاعتهم واحد على ار زائد جي اكس ال تمام؟ هنعمل ايه؟ عشان نقول لهم ريال وايماجن نضرب فوق تحت في كونتري فالكلام ده نضرب في ار ال ماينس جي اكس ال على ار ال ماينس جي اكس ال فالكلام ده هيديك تي فوق ار ال على ار اس ار ال سكوير زائد اكس ال سكوير تمام والحته الثانيه ماينس جي مضروبه في اكس ال على ار ال سكوير زائد اكس ال سكوير صح كده؟ عندك ادميتنس مجموعين على بعض ده معناه ايه؟ ان هم كومبوننتس مجموعين انفرال
فبالتالي الكومبوننت ده غير وبالتالي ده هنسميه ار بي وده اكس ال بي هنسميه اكس ال بي وطبعا ده يندخل من الادميتنس بتاعتك في الماينس لو عندك كباستور هتعمل نفس القصه فهمتني اقصد ايه؟ المهم يعني اول حاجه جبناها ان اوميجا بي بواحد على روت ال سي واحد ماينس ار سكوير سي على ال تمام تاني قانون اول قانون برضه قلناه ان الكوانتي فاكتور بتاع الكوير هي الاكس ال على ار ال بس عن الريزونانس وطبعا اكس ال بي هي اكس ال سكوير على ار ال سكوير على اكس ال والار بي هي اكس ال سكوير على ار ال سكوير على ار ال تمام خلاص ايه ده ايه ده هتبقى ار توتال على اكس ال بي تمام ما تبقاش اكس على ار ال ليه لان هي بتبقى في على اكس ال بتاعت في على ار فدي ار على اكس ال بي ار توتال دي اللي هي ايه بقى توتال ريزيستنس اللي عند الريزونانس اللي هي تبقى ار اس انفرد مع ار بي بس عند الريزونانس ليه بقول عند الريزونانس معناها ريزيستنس ليه بقول كده خلي الار بي بتاعتنا عشان ار بي هي فانكشن اوف في تمام نفس الكلام اكس ال بي اللي هي اكس سي اللي احنا شغالين عند الريزم تمام اخر حاجه بقى في شويه ابروكسيميشنز اللي هي ايه الابروكسيميشن دي لو انت عايز تجيب الاكس ال بي عند الريزم فهي بتبقى اكس ال مضروبه في 1 على 1 زائد 1 على كيو سي سكوير عامل ايه المفروض اكس ال بي بتساوي ايه بتساوي ار ال بتساوي اكس ال سكوير زائد ار ال سكوير على اكس ال صح دي ممكن نكتبها ازاي؟ اكس ال زائد ار ال سكوير تعالى اكس ال تمام ممكن نحسب الاكس ال كومن فاكتور فيبقى اكس ال مضروب في 1 زائد ار ال سكوير تعالى اكس ال سكوير تمام طب لو انا بقول اكس ال بي افريج هتساوي ايه؟ هتساوي اكس ال مضروب في 1 زائد ار ال سكوير على اكس ال سكوير افريج ده اللي هو اسمه ايه؟ 1 على 1 بالظبط فده اللي هو اكس ال مضروب في 1 زائد 1 على 2 سي سي تمام طبعا لو كانت فاكتور كبيره يعني كبيره يعني تقريبا اكبر من 10 فالكلام ده تقريبا هيبقى اللي هو ايه؟ اكس ال يعني لو كانت فاكتور بتاعت الكوين اكبر من 10 ساعتها الاكس ال بي تقريبا هي الاكس ال او الريزنس كونديشن ان اكس ال تساوي اكس تمام كده؟ نفس الكلام ار بي عند الريزنس بتساوي ايه؟ هتلاقيها بنفس زي القانون ده بالظبط هتساوي ار ال 1 زائد كيو سي هول سكوير اللي هي تقريبا كيو سي سكوير مضروبه في ار ال لو كوانتي فاكتور اكبر من 10 وهنا برضه لو كوانتي فاكتور اكبر من 10 تمام كده؟ في مشكله؟ حد عنده مشكله؟ طيب ده بالنسبه لقوانين البارلل في بقى قوانين ثابته مالهاش علاقه احنا سيريس ولا بارلل زي قانون الباندوت ان جنرال هو الميجا ريزونانس على الكوانتي فاكتور بتاع السيركت تاني قانون برضه القانون بتاع كات اوف فريكونسيز ده ثابت تمام انت بس تعوض في القانون بالباندوت وبالاوميجا ريزون او بالكوالتي فاكتور بالتالي لو سيريس يبقى كوالتي فاكتور بتاع السيريس ولو بارلل يبقى كوالتي فاكتور بتاع البارلل فاهميني؟ حد عنده مشكله؟ ايه ده؟ سيريس او بارلل هي الفكره ان السيريس بس بتديها كوالتي فاكتور بتاعتها والبارلل كوالتي فاكتور بتاعتها انا قصدي القانون ده ايه الحاجات اللي فيه؟ الاوميجا الكيو هو كده في ايه؟ هو كده
لما تيجي تحسب الباندويث هي لها علاقه بالكواليتي فاكتور بتاع السيرفر اللي هي كيو 2. تمام؟ طبعا الكواليتي فاكتور بتاع السيرفر لازم تبقى اقل من الكواليتي فاكتور بتاع الكود. يعني انت لو عايز من الاصل تعمل سيرفر هاي سيل يعني ليها هاي سيل اكتيفيتي يبقى انت تروح تشتري كوري منه. لازم يبقى هاي سيل ليه؟ لان لازم الكواليتي فاكتور بتاع السيرفر تبقى اقل من الكواليتي فاكتور بتاع ليه الكلام ده؟ يعني انت لو جيت تبص هنا في ريزيستنس اتظبطت من البارلل بالتالي دي هتقلل لك الكواليتي فاكتور مش هتزود. تمام؟ تعالوا بقى نحل مسائل. زي ما قلت لكم المسائل سهله بالتالي انا هحل المساله دي. تمام؟ بعد كده المسألة اللي بعدها هخليكم تحلوها أو أطلع حد يحلها. هتاخد فيه بقى كويس يعني حد يطلع من الناس أنا مش هختار حد. هقفل المسألة دي الأول. مسألة رقم 2. أه صح أنا نزلت الشيت مع السكشن. هاخد فيه مسألتين عن السيريس ريزونانس يعني مسألتين صعبين شوية. تمام؟ بحيث أنتوا لو حليت الحاجات اللي تحسسها سهلة فدي يعني تجرب فيها يعني كبيرة. الادميتنس؟ 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 الادميتنس؟
كيف يفعل يعني؟ المفروض قاعد ريزونانس لو ده بيشيل الاندكتور ده نحط مكانه ايه؟ نحط ار بي يفعل مع اكس ال بي. المفروض قاعد ريزونانس الاكس ال بي بيطير الاكس سي بالتالي ايه بيبقى؟ بيبقى الار اس يفعل مع الار بي. بالتالي تاني مفروض الزد انبوت قاعد ريزونانس هتساوي ار اس يفعل مع الار بي. طبعا ار اس مدالي بواحد كيلو. ار بي هحسبها ازاي؟ هحسبها من القانون اللي هو ار ام سكوير سكوير على ار بي. طبعا عشان تحس بالارقام ار بي لو جيت تحسبها هتبقى 520 اوم. بالتالي زي دي من الاعتبارات اللي انت وصلتها هي 542 اوم. نعم تمام اللي انا كاتبه هنا ان اكس ال بي تقريبا هي اكس ال لو ايه؟ لو كيو بوينت اكبر من 10 ده اللي انا كاتبه مش كاتب حاجه تمام تعالى نمسك مفروض رقم سي عايز ايه بقى؟ عايز ان احسب ال ازاي؟ هو ادالك الاف بي اللي هي ريزونانس فريكونس احسب ال منها ازاي؟ ايه ده؟ الاكس سي، الاكس سي بكام؟ 104 صح؟ المفروض بتساوي كام؟ 1 على اوميجا بي سي. طبعا الاوميجا ما تنساهاش تضرب في 2 باي، اوميجا دي اللي هي تبقى 2 باي في اف بي، واف بي هو مديها لك 20 كيلو زي 20 كيلو باي تمام؟ من هنا نقدر نطلع السي. طب ازاي نطلع ال؟ نفس الكلام من ايه؟ ايوه من عندي واحد ده معناها هو الاكس ال ولا الاكس ال بي؟ هنستعمل القانون ده؟ لا مش عايز استعمل ده، عايز استعمل انا مش معايا الاكس ال صح؟ معايا الاكس ال؟ المفروض الاكس ال بتساوي ايه؟ بتساوي اوميجا بي تمام؟ من هنا نقدر نطلع ده ايه الغلط اللي انا كنت خايف منه؟ انك تحسبها من الاكس ال بي تمام؟ الاكس ال بي ده الكويل بعد ما ايه؟ حولته، بالتالي ما ينفعش تجيب حاجه بعد ما حولتها، لازم ترجع للسيرت. اخر حاجه كنا عايزين نحسب الكواليتي فاكتور بتاع السيرت. المفروض الكواليتي فاكتور بتساوي ايه؟ بتساوي التوتال ريزيستنس على الاكس ال بي، فهي بتساوي ار توتال على اكس ال بي او اكس سي. طيب ار توتال اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي الريزستنس عند الريزونس اللي هي ار اس مع الار بي اللي احنا لسه حاسبينها 142 واكس ال بي اللي هي اكس سي اللي هي لسه حاسبينها اول حاجه اللي هي 104. طبعا لو حسبت الكلام ده هتلاقيه كواليتي فاكتور 3.28 تمام. طبعا لو عايز تحسب الباندوث فالباندوث بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ انت عايزها في الريجن ولا عايزها في الهيرتز؟ لو عايزها في الهيرتز يبقى تقسم اف على كوال افكتور، لو عايزها في الريجن تقسم اوميجا على تلاقي اف بي على كيو بي اللي هي تقطع 6 تقريبا 6 كيلو. مين عايز اسمع؟ بس ما ينفعش يجيبها من اكس ال. ال اللي ما ينفعش يجيبها من اكس ال. لان هو عايز ال بتاع اللي هو ال اللي هنا ده. انما الاكس ال بي ده الاكويفمنت اللي انت طلعت ده الموديل اللي انت حطيته. يعني هجيب لك ايه تاني اللي اسمها الناس بتسميه كده. دي مشكله في المساله دي كده؟ دي مشكله في المساله دي؟ عايزين نتطور. ايه المساله اللي بعدها؟ بقولك تشيل المسألة دي خلاص ولا لا؟ مكانها على
كل ما بتطلع حاجة انت مش عارفها كل ما تقول ان المسألة بتزيد.
تاني انا هفكر معاك بطريقه منطقيه. اول حاجه هو طالب ايه؟ الار ان دي موجوده في انهي قوانين؟ يعني استعمل انهي قوانين؟ بس انا معيش الار ولا معايا الاكس ال بي. انا بقول لك هي الفكره انك تبدا في القانون انت الحاجات دي انت معاك. بالظبط ابدا بالكواليتي فاكتور بتاعت الكويل. الكواليتي فاكتور بتاعت الكويل هو مديها بكام؟ 80 وانت عارف ان هي بتساوي ايه؟ اوميجا بي ال على ار ال. ايه الالون هنا؟ ار ال. ليه؟ لان اوميجا دي هو مديلك الاف بي وبالتالي اوميجا بي هتبقى 2 باي اف بي. والال مديلك 2 ملي هنا وبالتالي الالون هو ار ال. لو كتبت الار ال هيطلع كتبت الـ RL هيطلع 15.7. طيب تعالى نمسك ثاني حاجة الـ RS. RS ليها علاقة بإيه؟ إيه القوانين اللي فيها RS؟ زد يمين. بس أنا هل عندي معلومة عن زد يمين هنا؟ يبقى ده ما ينفعش. إيه تاني؟ كواليتي فاكتور بتاع السيركت صح؟ بيظهر فيها الـ RS. طب هو مديني كواليتي فاكتور بتاع السيركت؟ لا مش مديها لي، مديني اف بي ومديني بانوت من ما اقدر احسب الكيو بي. كيو بي هتساوي ايه؟ احنا قلنا كيو بي مالهاش شرط، وبالتالي هتبقى اف على البانوت بس الاثنين هتبقى اف بي على بانوت. الكلام ده اللي هو هيبقى 100 كيلو على 2.5 كيلو اللي هو هيطلع كام؟ 40. وخد بالك من حاجه، ايه هي؟ ان الكواليتي فاكتور بتاعت الكويل بكام؟ 80. وبالتالي طلعت ب 40 لازم تطلع اقل منها، ما ينفعش تطلع حاجه ايه؟ اكبر منها. يعني لو طلعت اكبر منها ب 100 يعرف ان انت عامل حاجه غلط. تمام كده؟ طيب بعدين بقى كده انا جبت الكواليتي فاكتور بتاع السلوك، بعدين اربطها ازاي باور اس؟ ها؟ بالظبط المفروض الكلام ده بيساوي ار اس بارلل مع ار بي على ايه؟ على اكس ال. تمام كده؟ طيب ايه القانون في المعادله دي وايه اللي مش قانون؟ اول حاجه الار اس بكام؟ معايا؟ لا مش معايا. تمام؟ طيب ار بي معايا ولا مش معايا؟ هي ار بي فانكشن في ار ال وفانكشن في اكس ال. ار ال معايا ولا لا؟ معايا. واكس ال معايا لان احنا لسه جايبين الار ال. تمام؟ بالتالي ار بي هتبقى ار ال سكوير زائد اكس ال سكوير على ار ال. دي معايا ودي معايا دي معاك. تمام؟ طبعا اكس ال بي نفس القصه عشان الار ال سكوير زائد اكس ال سكوير على اكس ال. تمام؟ بالتالي القانون الوحيد في المعادله دي هيبقى هو ايه؟ الار اس. تمام؟ ممكن نعمل ايه؟ هنحسب ار اس بنتفرد مع الار بي 40 اكس ال بي. لو جيت نحسبها هتلاقيها ده ب 50 كيلو. عارفين ازاي تحل المعادله دي؟ اه. وار بي لو حسبتها هتطلع يمين تحسبها الاسهل في قانون الادميتر. يعني هتقول واحد على ار توتال يساوي واحد على ار بي بلس واحد على ار اس. تمام؟ انت معاك واحد على ار توتال ومعاك واحد على ار توتال. تقدر تحسب منها هنا ايه؟ واحد على ار اس لو بتحسبها هي يمين. تمام؟ اخر حاجه عايز السي. احسب سي ازاي؟ ايه الحاجه اللي ليها علاقه بالسي؟ الاكس سي. طيب واكس سي ادريسنس بتساوي ايه؟ اكس سي ادريسنس بتساوي ايه؟ ممكن نقول اكس ال بي او ممكن واحد تاني بيحب يستعمل ابلكيشن يقول على طول انها تقريبا بكام؟ هي المفروض بتساوي اكس ال بي اللي هي تقريبا بكام؟ اكس ال. ليه؟ لان الكواليتي فاكتور بتاعت الكويل اكبر من 10. تمام؟ طبعا الكلام ده اللي هو واحد على اوميجا بي في سي على اوميجا بي نقدر نطلع مشكلة كده؟ في مشكلة؟ آخر مسألة؟ نعم. هنا؟ كنت ممكن أعمل اللي أنت بتقوله ده. كانت إكس إل بي ساعتها تقريبا هي إيه؟ إكس إل وآر بي تقريبا يو سي سكوير. طبعا ده هيبقى اسهل. تمام؟
اخر مساله. الاول بس عايز اقول لكم حاجه مهمه. امبارح في المحاضره خدت اربع مسائل صح ولا ثلاثه؟ ثلاثه. في مساله مهمه عايزكم تركزوا فيها اللي هي ما فيهاش ار اس، فانت تستنتج اللي انت تحط ايه؟ ار اس. تمام؟ دي مساله مفضله بالنسبه للدكتور بيجيبها غالبا عربي. خلاص؟ المساله اللي هي فيها اللي هي ما فيهاش ار اس، فانت تقول انا لازم احط ار اس. انت لو ما حطيتش ار اس مش هينفع تحقق اي حاجه في البند اللي هو عايزها. فبتضطر تحط ار اس. دي مساله رقم كام؟ رقم كام؟ انا هجيب لكم امتحانات. عارف لان انا كنت درست الكود ده معاه، فانا هجيب لكم امتحان لي، هحاول اجيب لكم امتحان لي ان شاء الله من طلب الكريدت، يعني غالبا معايا الكريدت. هحس مرة بسيطة، يعني ده أول مرة درست لكم، وبالتالي لازم تكون في نظام. ما دي حاجة أنت اللي سألتها لي، بس قول لي إيه القوانين اللي تجيبها، يعني مش أنا اللي بحددها. هو زي ما هو عايز براحته. تمام؟ تفتكروا المينيمم ده عند انهي فريكونسي؟
بالظبط ازاي؟ المينيمم ده عند اف اس تمام؟ هو اصلا الكارنت كان بيساوي ايه؟ الكارنت كان بيساوي ايه؟ بيساوي فولتج على امبيدنس. وبالتالي انت لما تعمل انفيرجن للكيرف ده او واحد على الكيرف ده يديك ايه؟ يديك حاجه كده اللي هو الكيرف اللي احنا عارفينه تمام؟ طيب المينيمم دي قيمتها كام؟ المينيمم امبيدنس قيمتها كام؟ هي الارض هي الارض فاللي انا عايزك تعرفه ان انت لما تحط الاندكتور مع كباستور المفروض اد ريزونانس يبقى التوتال امبيدنس هنا ايه؟ ار بس تمام؟ طيب كان افرض بقى كان عندك اندكتور مع كباستور بس الاثنين سيريس الكيرف هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى هو بس هينزل ايه؟ هينزل لزيرو يعني اد ريزونانس الاثنين هيبقوا ايه؟ شورت سيرك يبقى انت لو عندك اندكتور من سيريس مع كباستور الاثنين اد ريزونانس يبقوا ايه؟ شورت سيرك تمام؟ تعالوا بقى الناحية الثانية لو عندنا لو جيت تعمل نورماليزيشن يعني تقسم على الماكسيمم كل ما تحط الريزنس تبتدي بقى توصل لبيت زودت الريزنس هو اصلا لو مفيش ريزنس الفايت افكت بكام؟ من 20 بان تمام؟ كل ما تزود الريزنس اللي يحصل هي اصلا دي فيها فلوس ليه؟ طيب تعالوا بقى للبارل ريزونانس بيبقى عندنا اندكتور البارل اللي معاه يا بس تعالوا نرسم نفس الرسمه بتاعت قيمه الامبيدنس اللي احنا شايفينها من هنا ادي الاف اي وادي ماجنتيود الزر ده شكلها عامل ازاي بس؟ بالعكس اشمعنى؟ تعالوا عند اوميجا بزيرو، عند اوميجا بزيرو ايه اخبار ده؟ شورت وده صح؟ بالتالي اللي فيه زي ما شايفينها من هنا قيمتها كام؟ ار ال، ار ال دي بتبقى حاجه ايه؟ صغيره زي مثلا هنا طيب بعدين بقى عند فريكونس كبيره قوي ده بيبقى اوبن وده شورت وبالتالي شورت مع اوبن هيبقى ايه؟ زيرو برضه وبالتالي الامبيدنس تبقى شورت حلو كده؟ طب ما دام هنا مينيمم ولا ما دام هنا قصدي زيرو وهنا زيرو فهتلاقي الكيرف عامل ماكسيمم تفتكروا ماكسيمم دي عند انهي فريكونس؟ عند البارلل ريزونانس اف بي قيمتها بكام؟ قيمتها بكام؟ ار بي اس هتبقى ار بي اس حلو كده؟ طيب لو ما كانش فيه ار ال يعني لو كان عندك اندكتور بيتفرق معاه كباستور ايديا اندكتور بيتفرق مع كباستور الرسمه دي كانت عامله ازاي؟ تبدا من زيرو تروح للانفينيتي يعني عند الريزنس الاثنين دول هيبقوا ايه؟ اوبن سيركت انما لو سيريس هيبقوا ايه؟ شورت سيركت فاهم كده؟ طبعا لو حطينا هنا ار اس ده هيأثر في الرسمه دي ازاي؟ اول حاجه عند الريزونانس ايه اللي هيحصل؟ هل هتبقى ار بي؟ تبقى ايه؟ اكبر ولا اقل؟ تبقى اقل ليه؟ لان الامبيدنس عند الريزونانس تبقى ار بي امبارل مع الار اس وبالتالي الامبيدنس دي هتقل دي اول حاجه. طيب تاني حاجه افتكروا هيفضل هو بان هي ولا تقل ولا تزيد؟ كويس هتزيد ولا تقل؟ كويس هتزيد هي ار على كذا يبقى تزيد صح؟ بالظبط هي الار قلت ولا زادت؟ ار قلت الكارد فاكتور قلت في الباند زاد وبالتالي الارس اللي انت هتحطها دي بتعمل ايه في الكيرف؟ اول حاجه بتنزل الماكسيمم وبعد كده فاهم كده؟ ان جنرال اي ريزيستنس بتضاف بتعمل ايه الكارد فاكتور؟ بتقللها بتعمل ايه في الباند بتصبرها وبتنزل بيها تمام كده؟ تعالوا بقى نرجع للمساله الحاجه بس اللي بطل اكد عليها
And if you play a legend, he beat us, man. He maximum. Et il met ça, il vide ça, il monte une gueule à l'époque. Il n'a pas fait 6. Il n'est même pas vide. Il a lancé des montées de gueule qui m'a salé. Il a design, c'est des fusions. Sauf que tu sais, il met même des vide, c'est pas choqué. Il m'a dit, il y a un minimum de vide, c'est pas choqué. Il y a un or, pas choqué. Ah oui, il y a un peu de l'autre, tu sais, le maximum de vide, c'est pas choqué. Il y a un or, il y a un or, il y a un distance, il y a un or, 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 زي ما هو في المسألة هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ديزاين بارل ريزونانس تاتش ذات ايه؟ أول حاجة بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه تايب أول حاجة بيقول لك تاتش ذات الإمبيدنس تبقى تاتش ذات الإمبيدنس تبقى أقل من أو تساوي 20 كيلو تمام؟ هي أصلا بتبقى ايه؟ يعني الإمبيدنس في البارل بتبقى عاملة ازاي؟ اتفقنا إنها بتبقى عاملة كده هو بيقول لك هو عايزها اقل من او تساوي 20 كيلو معناها ان البي دي كام؟ 20 كيلو طب هي البي دي اصلا اللي هي كانت ايه؟ اللي هي ار اس من غير الماس ار بي لو كان في ار اس تمام؟ طيب احنا كده هنيجي لتاني نقطه بقى عايزين نعيش هو بيقول لك ديزاين بارلل ريزونانس صوت ذات ايه؟ اول حاجه بيديك كونديشن على الامبيدنس تاني حاجه بيدي لك الاوميجا دي واخر حاجه بيدي لك الكوانت فاكتور بتاعك كويس حلو كده؟ طيب هنا بيقول لك ديزاين فارد ريزونس ومديلك ثلاثة جيبنس عايزك تحاول هو فارد ريزونس ليه كام شكل؟ دي كذا شكل صح؟ يعني ابسط شكل دي اللي هو عامل ازاي؟ اللي هو ريزيستنس مع اندكتور مع كباسيتور. ده اول شكل، ممكن شكل تاني يبقى عامل ازاي؟ يبقى اندكتور مع كباسيتور وهنا في ريزيستنس مع ايديال اندكتور. ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى كل ده مع بعض صح؟ ممكن يبقى اندكتور مع ريزيستنس وهنا كباسيتور وهنا نفضل نجاوب ده من هنا لصالح صح؟ طيب بس انا اشتغل على ده ولا ده ولا ده اشتغل على اني واحد على ايه تاني اشتغل على ده ده اشمعنى ده عايز اشتغل على ده عشان لو ما طلعتش ليه ده ليه ده عشان عايز هو ده ما كده كده ليه ده ليه اول حاجه ليه مش ده عشان ده عشان ده ايديال شرط ايه ده؟ شرط كويس هي مش فكره كده هي فكره هو انت قال لك ايه؟ ادالك كواليتي فاكتور بتاعك كويس ده معناه ان هو ايديال ولا نون ايديال؟ بالتالي ده ما ينفعش انا محتار بين ده وده ايه الفرق بين ده وده؟ يعني هنا في ار اس هنا مفيش ار اس هنا في كام نون؟ واحد اثنين ثلاثة هنا أربعة أربعة هو مديك كام معلومة؟ ثلاثة وبالتالي كل معلومة مديها لك تعتبر إيه؟ تعتبر إيكويشن صح؟ بالتالي أنت تستعمل الحاجة اللي فيها ثلاثة عنون ولا اللي فيها أربعة عنون؟ يا إما تستعمل ثلاثة ساعتها يبقى ليها يونيك سوليوشن يا إما تستعمل أربعة وساعتها هتسيوم واحد من الأربعة تمام كده؟ فإحنا في المسألة دي هنستعمل الحاجة اللي فيها ثلاثة عنون اللي هي كباس طبيعي هو ده اللي هنشتغل عليه طيب تعالوا كده نبدا زي ما عملنا في المساله اللي فاتت نمسك اي حاجه نشوف ايه القانون اللي هيجي منها طيب اول حاجه عايزين نحسب الار ال وبعدين الاكس ال وبعدين الاكس سي تعالوا نمسك اول معلومه مديها لي اول معلومه اللي هي ايه؟ ماجنتيود الزد دي اقل منها او 23 كيلو اتفقنا دي معناها ايه؟ بالظبط اتفقنا ان دي معناها ان الار بي بتساوي 20 كيلو تمام يعني كده؟ طيب هي الار بي بتساوي ايه اصلا؟ ايه علاقتها بالكومبوننت اللي انا عايز احسبها؟ الار بي بتساوي ار ال مضروبه في كام؟ طيب او انا مساحتها معايا الار بي ازاي احسب منها اي حاجه؟ اي حاجه تيجي
ممكن نستعمل القانون ده اللي هو XL squared that RL squared على XL بس انا معايا XL فدي اكتب معادله فيها كوم ممكن اكتب معادله فيها عن الموضوع ممكن اكتب ايه؟ ممكن اكتب ده صح؟ بالظبط ما هو مش يعني اقصد يعني ده ولا ده احنا ممكن نكتب ان RB اللي هي RL مضروبة في 1 زائد QC all squared اللي هي تقريبا RL QC squared ليه؟ لان QC اكبر من 10 تمام؟ ايه القانون في المعادله دي؟ RL وبالتالي لو جيت تحسب من هنا هتلاقي RL 50 ولا تمام كده؟ كل شايفين ليه كل بعدين بقى طبعا الاكس ال اللي هي بتساوي اوميجا بي اوميجا بي مديها لك 10 باور 5 فريم بير سكند يبقى من هنا هتطلع ال هيطلع ب 10 مللي هنا تمام اخر حاجه عايزين نحسب الاكس عايزين نحسب السي نحسب السي ازاي؟ المفروض الاكس سي بتساوي اكس ال دي اللي هي تقريبا كام؟ اكس ال ليه؟ لان كيو سي هتكون اكبر من 10 فالكلام ده اللي هو ب 1000 الكلام ده واحد على بيساوي واحد على اوميجا بي سي معايا اوميجا بي من هنا نقدر نكتب السي هتطلع الورقه دي الورقه تطلع 10 تمام كده؟ تمام كده؟ طيب المساله دي لو عايزين نحسب الكوانتي فاكتور بتاع السيرفر تفتكروا هتطلع بكام؟ هي هتبقى اقل من 20 هي هتبقى ب 20 بالظبط ليه بقى؟ عشان مفيش ريزيستنس غير الريزيستنس اللي موجوده فين؟ في الاول فاهم كده؟ بالتالي الكواليتي فاكتور بتاع السيرك دي ب 20 طيب تعالوا بقى لاخر مطلوب ركزوا فيه ده عشان مطلوب فيه تفكير شويه ايه المطلوب ده؟ بيقول لك عايزك ترسم سكتش ريسبونس مره بايديا كارنت سورس ب 10 ملي امبير فيز 0 تمام انما النون ايديا ده برضه نفس الكلام بس ار اس 20 كيلو تمام انا كده انا همسح ده الاول وهرسم التو كيس اول كيس اللي هي عندنا كوندكتور مع ارتل وسي الكلام ده واصل ايديال كارنت سورس تبقى 10 ملي امبير فيز دي انما الكيس الثاني تعالوا نسمي الكيس دي 1 الكيس الثاني عندنا كارنت سورس نون ايديال ار اس بتاعته 20 كيلو اوم وصل بنفس الكلام طبعا ال L و R و C دول اللي احنا حسبناهم في الديزاين اول المسألة تمام طيب المفروض الديزاين اللي احنا كنا عاملينه هنا كانت الاوميجا دي بتاعته كام؟ ركزوا معايا كانت بكام؟ كام؟ كانت اللي هو بتاعها لي هنا اللي هي ب 100 كيلو طيب احنا عشان نرسم الرسمه المفروض نحدد النقط المهمه ايه النقط المهمه يعني في اوتبوت عند الريزونانس هيبقى بكام في اوتبوت عند هيساوي كام طيب هيساوي الاي اس التوتال امبيدنس اللي عند الريزونانس صح اللي هي بكام بقى هيبقى اي اس مضروب في كام ايه التوتال امبيدنس عند الريزونانس المساله دي ايه ار بي اللي هي بكام
اللي هي 20 كيلو اللي هو من هناك. فالكلام ده اللي هو هيبقى 10 ملي امبير الروف ار اس اللي هي 20 كيلو صح كده؟ الكلام ده اللي هو هيساوي كام؟ هيساوي 200 200 حلو كده؟ طيب تاني حاجة النقطة المهمة التانية اللي احنا نحسب الباندوث صح؟ نحسب الكابستي عشان نحسب الباندوث محتاجين نحسب الايه؟ كواليتي فاكتور. طيب كواليتي فاكتور بتاعة السيركت اللي هي كيو بي هتساوي كام؟ هنا في المسألة دي اتفقنا ان مفيش ار اس وبالتالي كيو بي هي كيو بتاعة الكويل اللي هي 20 دي مالها؟ اكبر من 10 وبالتالي من حقي استعمل الابروكسيميشن ان اوميجا 1 بتساوي كام؟ اوميجا بي ماينس الباندوث على الاثنين اوميجا 2 اوميجا بي بلس بلس الباندوث على الاثنين. طب الباندوث بيساوي كام؟ يبقى اوميجا بي على اتش بي او على كيو بي اللي انت لو جيت تحسبها هتلاقيها 5 كيلو راديان بير سكند تمام؟ وبالتالي اوميجا بي اوميجا واحده تبقى كام؟ هتبقى 100 ماينس 5 على الاثنين اللي هي 97.5 اوميجا 2 هتبقى 100 5.2 اللي هي 100 تمام كده؟ طيب تعالوا بقى للكيس الثانية اللي هي الكيس الثانية. ايه الكيس الثانية؟ اللي احنا عطينا فيها ار اس مع الكرنت. أول حاجة هسألك سؤال الأوميجا بي هتتغير ولا مش هتتغير؟ يعني الار اس اللي حطها دي هتأثر في الأوميجا بي ولا مش هتأثر؟ هتقل هتقل تعالى نشوف هتقل. طب ليه هتقل؟ الأوميجا بي بتساوي ايه؟ هي فانكشن في الال والسي والار ال. هل الار اس داخلة في الموضوع هنا؟ فين الار اس؟ ار اس هي الحاجة اللي بتأثر الريزستنس اللي مع الانفكتور. بالتالي الار اس دي مش هتأثر في الاوميجا بي وبالتالي الاوميجا بي مش هتتغير مهما غيرنا الريزستنس اللي هنا. بالتالي الاوميجا بي هتفضل 100 كيلو راديان بير سكند. طيب السؤال الثاني هل الفي اوت عند الريف الفي اوت عند الريزونانس هيتغير ولا مش هيتغير؟ هيتغير. هيتغير ليه طيب؟ بالظبط ان عند الريزونانس التوتال امبيدنس اللي موجودة هتتغير. قبل كده كانت ار بي دلوقتي ار بي اتقارن مع ار اس وبالتالي دي اوت عند الريزونانس هيبقى ار اس مضروب في كام بقى؟ ار بي اتقارن مع ار اس دي 20 كيلو ودي 20 كيلو وبالتالي الاثنين اتقارن ب 10 كيلو رقم في 10 ملي امبير فهتلاقي الكلام ده دي بي فوق. حلو كده؟ طيب السؤال الثاني تفتكروا الكات اوف فريكونسيز هيتغيروا ولا مش هيتغيروا؟ او الباند هتتغير ولا هي اتفقنا ان اي ريزيستنس اتحط هنا بتاثر في ايه؟ كواليتي فاكتور. ما دام الكواليتي فاكتور اتغيرت يبقى الفان هتتغير. طيب لو عايزين نحسب الكواليتي فاكتور بتاع السيركت هتساوي كام؟ قبل كده كانت ار بي على اكس دلوقتي هتبقى ايه؟ هتبقى ار بي هتتكرر مع ار اس على اكس بي او اكس سي او مش عارف تمام؟ فجيت تحسب بيها هتلاقيها بدل ما هي كانت ب 20 هتبقى بكام؟ ب 10 وده منطقي. ليه؟ لان هي الريزستنس بتتحط تاني في الكوانتي بتاع السيرفر بتقللها عن الكوانتي فاكتور بتاع الكويت. لو انت مش حاطط ار اس ساعتها الكوانتي فاكتور هتبقى هي نفس بتاع الكويت. لو انت حطيت الريزستنس هتقللها بدل ما هي 20 تبقى 10. حلو كده؟ طيب وبالتالي الباندوث لو هنحسبها 100 على 10 اللي هي تمام؟ طبعا قبل كده كانت بخمسه يعني اتغيرت دلوقتي بقت ايه؟ اتضاعفت بقت 10. نفس الكلام الكواليتي فاكتور دي ممكن نقول انها اكبر من او تساوي 10 وبالتالي نقدر نعمل ابروكسيميشن وبالتالي اوميجا 1 هتبقى تقريبا هتبقى 95 95 اوميجا 2 تقريبا هتبقى 105. حلو كده؟ في مشكله؟ في مشكله؟ طيب تعالوا بقى نرسم الجروب الكيرفين مع بعض بحيث نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ تمام؟ تعالوا نرسم اول كيرف اللي هو ده. اول كيرف ده شكله بيبقى عامل ازاي؟ شكل اي مان بسيط في الطبيعه او يبقى ايه؟ حاجه جديده كده. صح كده؟ طيب اتفقنا ان البي دي موجوده عند انهي فريكونسي؟ تعالوا نرسم الكلام ده مع الاوميجا. الاوميجا في كيلو راديان فعلا البيك دي موجود عند انهي اوميجا؟ عند اوميجا ريزونانس اللي هي ب 100. فعلا قيمه البي اوت ساعتها بكام؟ ب 200. واتفقنا ان الكات اوف فريكونسيز بكام؟ 97.5
102 ونص تمام. وبالتالي احنا عارفين ان الكاتوف فريكونسي عندها الاوتج يبقى كام؟ الماكسيم على روت اللي هو 200 على روت. المفروض النقطه دي تبقى كام؟ النقطه دي هتبقى 97 ونص. النقطه دي 102 ونص. طيب سؤال بقى، النقطة اللي هو بادئ منها بادئ من زيرو ولا بادئ منين بالظبط؟ من عنده اوميجا بزيرو. الدي اوت بادئ بزيرو ولا بادئ منين؟ كده؟ ار ال. ايوه دي اوت بكام يعني؟ يعني اوميجا بزيرو، دي اوت بيساوي كام؟ تعالوا نشوف. عنده اوميجا بزيرو ده ايه؟ شورت ده اوبن، وبالتالي الحاجة اللي موجودة هتبقى ايه؟ ار ال بس. بالتالي دي اوت هيساوي اي اس مضروب ار ال اللي هو 10 ملي امبير مضروب 50 اوم اللي هو الكلام ده نص فولت. بالتالي هيبدا من كام بقى؟ من نص فولت. حلو كده؟ ده كده اول كيرف. حددنا هو بادئ منين؟ حددنا ماكسيمم فين؟ وحددنا فريكونسي. طبعا الباند ويدث بكام؟ 5. حلو؟ تعالوا بقى نرسم الكيرف الثاني نشوف ايه اللي حصل. تاثير الارس اللي حطيناه دي عملت ايه؟ تمام كده؟ اتفقنا اول حاجه البيك مش هتتغير، يعني ايه البيك مش هتتغير؟ يعني الفريكونس اللي عندها بيحصل بيكنج مش هتبقى تفضل هي برضه الايه؟ هي ال 100، بس البيك بدل ما هي 200 هتبقى بكام؟ تبقى ب 100. فالبيك اللي هي كانت 200 دي هتنزل ال 100. طيب حلو، دي اول حاجه، تاني حاجه الباند ويث كبرت. صح كده؟ فهو البي كي عند ال 100 100 تمام، والباند اوسع تمام. طيب النقطه اللي بادئ منها تتغير ولا مش هتتغير؟ ار اس تتغير ساعتها هتبقى ايه بقى؟ تمام عند اوميجا سي دي اوت بكام؟ هيبقى ار اس موجود في البي بس اللي هي كام؟ اللي هي ار ام فانل مع ايه؟ طبعا ار اس بكام؟ ار اس ب 20 كيلو وار ال 50 اوم. 50 اوم يبقى مع 20 كيلو كام؟ 50 اوم مش هتغير لان دي كبيره ودي صغيره. بالتالي تقريبا ده هيفضل زي ما هو نص متر، وبالتالي هيبدا برضه ايه؟ من نفس النص تمام؟ بالتالي طبعا لو عايز الكات اوف فريكونسيز فهي هقارنها بكام؟ ب 100 على يوتيوب. هتلاقيها هيقطع في نقطه هنا اهو، نقطه هنا دي هتبقى 195، دي هتبقى 105، الرينج ده يبقى كام؟ 10، ده واحد، ده اتنين. خدت بالكم تأثير الار اس عمل ايه؟ الار اس أول حاجة قلل البيك، ليه؟ لأن هو قلل الريزستنس عند الريزستنس. تاني حاجة قلل الكواليتي فاكتور، وبالتالي وسع البند. تمام؟ كده انا خلصت سيشن النهارده. لو حد عنده اسئله يجي لي دلوقتي باشمهندس، وحاولوا تحلوا مسائل. ما ينفعش المسائل دي بالذات تفضل تتفرج عليها.